كنا عايشين كتير منيح مع أولاد العرب، حبونا حبيتهم، كانوا يجيبوا لنا غراض، ناخذ لهم غراض بالعيد، كانوا نودي لهم غراض شكل عيد وانا يجيبوا لنا، حبيناهم كثير وجعنا كثير اللي راحوا. والله هيك ما بعرف قديش سنتين سنه هدول اللي كانوا ساكنين تحتنا اجوا لهون الطبري يزورونا، طريق يردين اجوا تاكسي ومن هناك جابوا تاكسي من هناك لعنا. احنا قاعدين بالبيت سعيد عيشي اسكت شو عبط وبوس، وكنا نموت عليهم كانوا كتير منا. قعدوا نهارا وبعدين بالعصر راحوا سافروا، ومن يوم ما شفناهم اكيد ماتوا خلص صاروا كبار. وكانوا يشتروا لي، هو سعيد ولا كان مجوز، جوز كبير وجوز مع واحدة عائلة من النصرة، عائلة ايش بحاية دعاء طبري، عائلة الطبري جوز معها. بما شو هدية كان يجيب لي، كل ما يسافر كل ما يروح لشي مطرح يجيب لي هدية، كانوا يحبوني كتير كنت صغيرة. وحبالكنا كتير جيران كتير مناح، ما فيش جيران مثلهم، تأمين لي فيش جيران مثلهم، كل الوقت كنا سوا. أخذوا تاكسي من يردين وإجوا. وجارنا هذا في واحد بربلو كان بجنيفا، بعثوا لنا سلام من جنيفا مع واحد شتريد كان بالوعدة هذه، إجا على طبرية يقولنا درشات شلو من سعيد اليسير، ديش كان جارنا تحت. البيوت ولا كنا نقفل الباب، دايما البواب مفتوحين، نفوت نطلع دايما، بالليل كانوا نردن بس يكردن ولا كنا نقفل. وبالمت كانوا كتير نأمنين، كنا نسبح نروح على البحر كل يوم، امي كانت تاخذنا بالعصر نروح على البحر مع الاكل نغسل، وناكلنا اولاد صغار كنا نحب كثير. وكنا نتمشى يروحونا على الحمه هناك كمان كنا نسبح ونعود، وكنا نتمشى بطبريه، كانت صغيره طبريه ولا كاننا وين نروح. كوبات حولين ما كانش، كان سبيتار ترانس نادولو، هناك كنا نروح، كانوا يجيبوا ويساووا كل من هذي. كوبات حولي ما كانش بخلال، زيو ما كانش حكامة مثل إسا ولا إشي. إسا أخوي كان لازم يساوي عملية بعينه، بس بالقدس أخدته أمي راحت على القدس وأنا رحت على الكيبوتس، ضليت مشاهر بالكيبوتس عندي، كانت واحدة ختيارة عنا ساكنة بنتها بالكيبوتس حطوني عندها، هي مسكتني شهر حتى رجع من العملية ورجعت على البيت. كانوا عالم مناح زمان مش مثل اليوم، كان واحد يعاون الثاني، وين إسا وين، ولا واحد بده يقتل الثاني، بس عافل عافل زي. أما شو نساوي، تعودنا هيك، عشان هذا إحنا عم نساوي منيح للعالم، ليش عملونا منيح؟ كانوا أولاد العرب كثير منيح معانا، بس منيح، ولا خطرة عملونا هيك غرض صغير نقولها هذا الغرض يعني نزعل عليه، وين؟ ولا إشي، كلنا أصحاب، أصحاب معهم، بالليل نقعد ننزل لعندهم قدام المؤدة بتعرف. كانوا يحطوا مؤدة أخشاب زي شحموم، كانوا يدوا كرايم كاله عم بحمين، بايو مدلكين محممين تبايت، كنا ننزل لعندهم نقعد نتدفى، نقعد على الحصير قدام المؤدة، مؤدة كان مؤدة كان اسمها. كان عمري 11 سنة، أمي جابت أخوي الصغير، مين طلع يشوفه بالسبيتار؟ الجار المسلم اشترى له اشكول، اشترى له اغراض وطلع يشوفه.
وابوي مسكين كان يتطبل فينا بالبيت، وكنا اربع اولاد وانا ثلاثه اولاد وانا حتى خلي اخوي صغير. אז هنا داروا بالون علينا وطبخونا سوولنا كم يوم اللي كانت امي بالسبيطار. באמת, עלנה בס פיקר ניחה מנו, מש... אחסן מן שיעתנה, תאמין לי. ולא המון מן חדן, בס הנה, המעדור כאנו כתיר יחובונה, באמת. זעלנה כתיר לרחו, כתיר זעלנה. תאמין, לו נערף לבעדון עישה, כונת רוחת על הירדן אדורום, על ה... ולא בערף ואין. אמא, וואטה יאסה כאנו כבר, פעם. אז כאן בואו לי, פעדנה הון וואחד בשטרי מן וואדי חמאם, לא בדו רוחי בעתי לו יד. באמת שהוא בחוב בו כתיר. בליל חירב לי למזגן. שוב כאן 40 מעלות. איזה מסכים מן תחת כאן תורן. רח דוור ברוכי ורזה, וחתה סוואל אל מאוורר, חתה قدرت اخذ نفس بالليل. مين كان عمليه؟ كانت طبريه كل يوم حد يا يوم اثنين مش فاكره. كان سوق كبير، كانوا يجوا عرب من كل السبيبه، كل واحد يجيب الخضره شياته، وكانوا يجيبوها بخيش مش معلب بسكين خيش يحطوها بال كانوا يحطوها بال... بال... بالفوت للبلد، وكل البلد كانت يجوا المشبحات شياتنا العائلة كانوا ينزلوا يشتروا خضرة وكل شيء، بتنجان كوسة كل شيء إلا خضرة اللي بدك، كانوا يجيبوا خيش هيك ملانين. وأمي كانت تنزل كل، ولا كان أوتوبوس ولا كان إشي، بتنزل ماشية تاخذ تشتري الخضره وتطلع على البيت. وهذا بعيد وتقيل، اما كانت تشتري من عندهم، كل البلد كانت تروح بلديه، ننزل على البلد بتشوف كلهم يلا مع سلال يجوا يشتروا، كانوا يجوا من عرب من كل الطبريه، من قدام طبريه ساكنين كانوا يجيبوا خضر ويشتروا. אם זה עקוב, אם זה, אתה יודע, חודרה מיוחדת כאן יג'יבו, ארטישוקים, דברים. וכל הדבר כאן ישתו ממנו. כאן לא דקקים שאת חומוס ופסוליה ועדה בלבלד, דקקים כבר, כאן ישתו בס מן ענדו. יש כאן יג'יבו תאזר, כאן יג'יבו מן בלד... מירדן, من ירדן, من مصر ولا معرف من وين. אז دائما كانوا العالم بس هنا كانوا يشتروا، ما كانوش يروحوا للدكاكين، بس عندهم. كانت جيب امي خضرة كل جمعة تنزل تعبي البيت وتيجي. ورخيص كانوا يبيعوا مش مثل هسه. كانوا حياتنا مناح مرة، مش يعني. اين ما لدبر، اين. اللي منقول ولا مش مزبوط، مثل عشنا هيك حياة منيحة ولا بيأمنوا لنا. أما هيك بنحكي مع العالم نقول لهم كان مرة كانوا هون أولاد عرب، وكنا سوا كل وقت كنا ناكل سوا وعادين سوا، وهدايا بيجيبونا ونجيب لهم مثلنا، ما كناش نحسب أولاد عرب، كله مثلنا. كنا كتير نحبهم بأمات. الحمد لله عندي هون كتير أولاد عرب بيشتغلوا من وادي حمام، بحبهم كتير، بعاونونا بيسوولنا بيجيبولنا، بنحبهم كتير كتير. ليش إحنا مرة كنا معودين عليهم، طبرية كان عنا كانوا أكتر أولاد عرب من يهود، كنا نحكي بس عربي بالمدرسة عبراني، هذا عربي بس عربي.